عندنا كتف امامي من تمرين مطور وقوي حيل وشديد. اغلب الناس لما يسوون تمرين كتف امامي لهن يسوون، هذا مشهور ومعروف كل الناس يسوونه، ولكن تمريننا اليوم راح يكون بشكل مطور حيل، بحيث انه يصير توقف من مستوى عيونك وترفع ايدك فوق اعلى شيء. اوقف هذا المستوى، تقدر تستخدم دامبلز وتقدر تستخدم البار زين، وتقدر تستخدم مع بعض بهذا الشكل الدامبلز اللي تبي. اذا كان عندك الم بيدك ممكن تفرها بهذا الشكل وتسوي، اذا عندك الم كتفك زين، او تفر العكس حتى بعد درجه كامله بهذا الشكل. بس اهم شيء توقف من هنا، وهذا التمرين راح يركز على الراس الامامي المنطقه العليا فوق، يعني هنا فوق الراس وليس تحت، لان التمرين العادي النص الاولاني هذا يركز على تحت، اما النصف الثاني يركز على فوق. جربوه شوفوا التمرين، روحوا وزن خفيفه لان قوي حيل.